الأصايل لأبناء القبائل مسافتنا المعتادة والمقررة وهي الستة كيلومترات اللي أيضا تنطلق بهذا التحدي المثير مع بداية هذا الموسم. انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع. ننطلق بالبداية نتابع ناصي من انطلق بمقدمة هذا الشوط بالشعار مطر بن أحمد بن عبد الله بالعبيدة من ينطلق ويندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية. المركز الثاني رهني مزعل مع المركز الثاني لأحمد بن محمد بن كراز المهيري، ولكن من الجانب الآخر شاهين المركز الثالث أرى التحديات من مهاجر لمحمد بن سعيد بن مبروك الحميري من ينطلق مع المركز الثالث بالاندفاع الجميل والرائع. ننطلق مع المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى القدوم في هذه اللحظات والتسلل من فتح الخير لمحفوظ بن خميس الجنيبي من ينطلق مع المركز الرابع خامس التحديات. نتابع انطلاقة رائعة ومثيرة واندفاع متميز من الحذر لسعيد بن محمد بن عبيد من ينطلق الخامس التحديات. المركز السادس أرى التقدم من بدران لمحفوظ بن خميس ينطلق أيضا مع المركز سابع التحديات. المركز السابع انطلاقة مثيرة من المرعب لسهيل بن محمد بن ذويب العامري، ومع المركز الثامن أرى الانطلاقة التحدي لشهاب لأحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي، ومن الجانب الآخر مع المركز التاسع شاهين لعبد الله بن علي بن يمعة الرميثي. بينما انطلقنا مع المركز العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام بأرى التحديات القادمة والانطلاقات المثيرة من الأشهب سالم بن عامر بن راشد المدهوشي متابعا لانطلاقة الأشهب مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ندان الأول مشاهدينا متابعين الكرام، أكملنا للعشر المراكز المتقدمة بهذا الاندفاع المثير، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية والمقدمة، وأرى هناك أيضا اللي على رأس الحربة. نعود بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط، وأرى اللي قاد المجموعة في هذه اللحظات مزعل لأحمد بن محمد بن كراز المهيري من انطلق بالصدارة انطلق بالمقدمة، بدأ أيضا يندفع بدأ يغادر بناموس هذا الشوط، ومع المركز الثاني الانطلاق المتميز الاندفاع الجميل مشاهدينا متابعينا الكرام. أرى التحديات أيضا والقدوم من ناصي مطر بن أحمد بن عبد الله بالعبيدة من يتابع انطلاقة ناصي مع المركز الثاني ومع المركز الثالث مهاجر لمحمد بن سعيد بن مبروك الحميري يعلن انطلاقة مهاجر مع المركز الثالث. رابع التحديات فتح الخير ينطلق مع المركز الرابع بالشعار محفوظ بن خميس لينيبي، وخامس التحديات الحذر لسعيد بن محمد بن عبيد الغفلي ينطلق مع المركز الخامس. سادس التحديات المركز السادس شهاب لأحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي، بينما انطلقنا مع المركز السابع بأرى الانطلاق أيضا والتحديات من بدران بالشعار محفوظ بخميس لينيبي من يأتي مع المركز السابع والثامن التحديات. المركز الثامن رهني المرعب لسهير بن محمد بن ذويب العامري اندور دور المركز التاسع، وتاسع التحديات شاهين لعبد الله بن علي بن يمعة الرميثي ينطلق مع المركز التاسع، وعاشر التحديات المركز العاشر أرى التقدم أيضا من الأشهب
سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من ينطلق مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الثاني أكملنا للعشر المراكز المتقدمة بهذا الاندفاع المثير، ولكن لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع البداية مع المقدمة. وأرى هناك مزعل ينفرد بناموس هذا الشوط. مزعل على الصدارة، مزعل على المقدمة بشعار أحمد بن محمد بن كراز المهيري. من ينطلق بالصدارة ينطلق بالمقدمة. غادرنا لوحة الاثنين كيلومترات ومزعل ينفرد بناموس هذا الشوط مع الأداء المتميز بشعار أحمد بن محمد بن كراز المهيري. ومع المركز الثاني أرهني مهاجر ينطلق مع المركز الثاني محمد بن سعيد بن مبروك الحميري في متابعة وانطلاقة مهاجر، ولكن أرى فتح الخير يتسلل بشعار محفوظ بن خميس الجنيبي أيضا ينطلق بهذا التحدي الجميل والرائع. ومع المركز الرابع الحذر سعيد بن محمد بن عبيدة الغفلي من أعلن انطلاقة الحذر، والقدوم الشاب لأحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي متابعا لانطلاقة الشاب من بدأ يتسلل وينطلق ويندفع مع المركز الرابع بهذه التحديات المثيرة. ومع هذه الانطلاقات الرائعة نتابع البداية، نتابع المقدمة. مزعل 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 انفرد بناموس هذا الشوط بهذا الأداء المتميز. أحمد بن محمد بن كراز المهيري من يتابع انطلاقة مزعل وهو ينطلق بالصدارة. بدينا نغادر لوحة الإعلان، لوحة التذكير. ما شاء الله تبارك الله، 1200 ما تبقى عن خط النهاية. ومزعل مزعل مزعل على الصدارة أحمد بن محمد بن كراز المهيري. المركز الثاني أرهني فتح الخير لمحفوظ بن خميس الجنيبي. ومن الجانب الآخر الشاب أحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي يتسلل ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث الحذر لسعيد بن محمد بن عبيد الأغفلي. تحديات مثيرة والانطلاقات رائعة، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية. ما شاء الله تبارك الله، التحديات مثيرة والانطلاقات رائعة، ولكن مزعل 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 رغم الظروف الصعبة أيضا المحيطة به بهذا الانطلاق المثير، ولكن يشق طريقه إلى الانتصار إلى التحدي. والقدوم من الحذر السعيد بن محمد بن عبيد الأغفلي ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث شاب لأحمد بن عبيد بن حميدان الفلاسي. أرد تسلل من فتح الخير بشعار محفوظ بخميس الجنيبي. واللحظات الأخيرة، التحديات المثيرة، وجولة الأوامر النهائية. ما شاء الله تبارك الله، اللحظات الأخيرة. نتابع الحذر انطلق بالصدارة، انطلق بالمقدمة. تهانينا من هذه اللحظات لمالك الحذر سعيد بن محمد بن عبيد الغفلي على فوز الحذر بالمركز الأول ولحظات وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني شهاب أحمد بن عبيدان. المركز الثالث فتح الخير لمحفوظ بن خميس النيبي. المركز الرابع مزعل ياتي مع المركز الرابع لأحمد بن محمد بن كراز. ومع المركز الخامس مهاجم لسلطان بن سيب بن معضد المشغوني. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مز الحذر إلى خط النهاية. ياتي بتوقيت زمني مقدار هذه لحظات الوصول. هذه لحظات الوصول 9 دقائق 58 ثانية و9 أجزاء
من الثانية. هو توقيت الحذر، تهانينا لسعيد بن محمد بن عبيد الغفري على فوز الحذر بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه لحظات وصول الشاب، 9 دقائق 59 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا لأحمد بن عبيد بن حميدان الفراسي واللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. فتح الخير يصل مع المركز الثالث، 10 دقائق ثانية واحدة وجزء واحد من الثانية. تهانينا لمحفوظ بن خميس الجنيبي، تهانينا للجميع والناموس.